Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you guys? How are you doing? Are you okay? I hope so. Today, inshallah, we're gonna continue our lessons with the fourth grade. أهلا وسهلا فيكم في دروس الصف الرابع. راح نكمل معكم اليوم inshallah the last part here in unit 4. آخر جزء معنا في الوحدة الرابعة. قبل ما نبدأ أي إشي في هذا الجزء حبينا ننوه للي أخذناه المرة الماضية. تكلمنا المرة الماضية عن الحوار بين البائع والمشتري. إيش العبارات اللي بيحكيها البائع؟ وما هي العبارات التي يحكيها المشتري؟ وإيش العبارات المشتركة اللي ممكن يحكيها البائع والمشتري معا؟ وكمان أخذنا اللي هو بعض البضائع اللي تكلمنا عنها في الدرس الأول ورجعناهم مع بعض. فاليوم إن شاء الله حابين نبدأ بالتطبيق اللي طلبناه المرة الماضية. فشكرا لكل اللي شاركونا بهذا التطبيق. عبارة عن حوار بين البائع والمشتري، مثل زميلنا كان محمد وطه ويوسف، لكن كان في عندنا فيديو مميز ليوسف وعمله مع اللي هو القائد أخوه أنس أبو سيف في الصف الخامس. فخلينا نشوف هذا الفيديو مع بعض، نراجع مع بعض الحوار، نراجع كيفية الحوار، مين اللي هو البائع ايش بيحكي والمشتري ايش العبارات اللي بيحكيها، وبعد هيك نرجع لكم مرة تانية. I'd like a bucket of pasta and a kilo of apples. Here you are, anything else? No, thank you. How much is it? 7 dinars. Here you are. Thank you. Goodbye. وبعد ما شفنا هذا الفيديو الرائع والأكثر من رائع، شكرا لجهودكم وشكرا لكل اللي بتابعونا وبرسلونا أنشطتهم، فشكرا جزيلا على هاي المتابعة. بتمنى هاي الفترة إن شاء الله تعدي على خير ونرجع إن شاء الله للتعليم الوجاهي ونتعلم بشكل أفضل وأفضل. اليوم إن شاء الله معنا في الجزء الأخير من الوحدة الرابعة الأرقام، اللي هو كان في السؤال how much، كيف نسأل عن السعر باستخدام how much، كم السعر. كان هذا السؤال اللي انت بتسأله بتجاوب فيه عن رقم من الأرقام وبتضيف له كلمة دينار اللي هو how much. مثلا شريت أنا مثلا a can of olive، بسأل how much is it، كديش سعرها؟ بحكي لي 10 دينارز 20 دينارز 30 دينارز etc. فاليوم ان شاء الله راح نتكلم عن الارقام. ما تنسى انه في المرات الماضية تكلمنا عن الارقام من رقم 13 حتى 19، من 13 حتى 19. ففي هاي الارقام كنا نضيف تين، بتحب التين؟ تمام، that's good. اما اليوم ان شاء الله يكون معنا من رقم 20 لحتى 90، تمام، وهذا راح نضيف له تي مش تين. في التين ايش كنا نحكي؟ 13 14 15 16 17 18 19، وبتبرز حرف الان ان تين، تمام. لاحظ لقيت في عندنا تي، تي مش تين، لا تي، ماشي، عشان تفرق باللفظ بين الاثنين. فحيكون في عندنا 20 30 40 50 60 70 80 90، تمام. وبضع عندنا ال100 اللي هي 100 اللي هي 100، تمام. ما تنسى في عندنا مثلا 40، في عندنا 50، السبيلنج الخاص فيها بيختلف عن رقم 4، فهنا حذفنا حرف اليو، 50 حذفنا الفي والاي وضفنا حرف الاف ثم تي واي. اوكي، نسمع لهم ونرجع نوصل هذا التمرين الاول. يلا شوف. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. هاي هي الأرقام المئة الموجودة عندنا.
فاليوم بداية في عنا اللي هو التمرين الأول، وصل الرقم مع الاسم الخاص في هذا الرقم. فنجيب لك نعدل الصورة فقط حتى نوصله بشكل صحيح، تمام، ونجيب اللي هو زر التوصيل. نبدأ مع بعض. The first one is 10. وصلنا هاي 10، مكتوبة عندي 10. Okay. What's this? Excellent. 20. Where is it? ممتاز يا بطل. It's here. Okay. ننتقل للي بعده. What's this? 30. Okay. هنوصلها مع 30. Okay. What's this? 40. So we're gonna match it with 40. That's good. Okay. This 50. راح يكون عندنا رقم 50 50. انتهينا من الجزء الأول. ننتقل للجزء الثاني اللي هو في أسفل هاي الصفحة. في أسفل هاي الصفحة في عندنا number 60. Where's 60? It's here. Okay. This 70. It's here. Okay. What about this? 80. It's here. What's this? 90. And the last one, it's 100. Well, 100 نجيبها هيك. تمام. هاي في عنا 100 اللي هي 100. هيك بنكون وصلنا جميع الأرقام. فلازم تحفظ الرقم كتابة ولفظا، وانتبه مثل ما حكيت لك للسبيلنج اللي هو التهجئة لكل كلمة. تمام يا بطل؟ انتهينا من الجزء الأول 100%. ننتقل للجزء الثاني الموجود معنا. في هذا الجزء الثاني موجود عندي تمرين اللي هو سؤال. السؤال هذا بحكي listen and write. listen راح نسمع لهذا السؤال how much is it، عبارة عن حوار بين المشتري والبائع، وهو راح يحكي له كم السعر. فأنت مطلوب منك تسمع الرقم اللي هو السعر وتكتب لي إياه في الفراغ الموجود عندي. 40 دينارز. دينارز دينارز اللي هي العملة، ماشي، اللي أخذناها في دروس سابقة إنها بتمثل حرف الدي. يعني أحيانا بكتب حرف الدي وأحيانا بكتب دينارز. في عنا هنا سويتر، في عنا بوتس، في عنا بوكس، في عنا فون، في عنا كايت، في عنا جينز أو تراوزرز. تمام. نجي نسمع لهذا الملف ونحل حسب الرقم. أوكي، يلا نسمع. Track 40. I like the sweater. How much is it? 40 dinars. How much are the green boots? They're 80 dinars. How much is it? 6 books. That's 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 dinars. I'd like the black phone, please. How much is it? It's 100 dinars. Can I have a kite, Mum? Yes. How much is it? It's 10 dinars. I need new jeans. How much are they? 50 دينار. اوكي، بالنسبة للبوكس حكى 10 دينار للكتاب، يبقى في عندنا 6، قديش بيكونوا؟ 60 دينار. الفون طبعا سعره غالي، قديش هيكون الفون؟ 100 دينار. اوكي 100. في عندنا الكايت it's just 10. And the last one jeans how much are they؟ they لأنهم جمع الجينز قلنا له 10، فهيكون قديش؟ 50 دينار. تمام يا بطل؟ الإجابات عندك صحيحة؟ إذا صحيحة you deserve a clap. إذا عندك خطأ ممكن تعيد الاستماع كمان مرة وممكن تصحح إجاباتك من هنا. وإذا انتهيت ما تنسى تطبق هاي الإشي. اسأل عن هاي الأشياء، مثلا how much is the sweater؟ وحيجاوب الشخص الثاني it's 40 dinars، وهكذا. اسأل عن باقي الأشياء. أوكي؟ تمام يا بطل؟ ننتقل للتمرين اللي بعده.
وفي آخر جزء وآخر صفحة في هاي الوحدة موجود معنا التمرين الأول complete. طبعاً في عنا هاي التمارين أيضاً متعلقة بالnumbers بالأعداد اللي هي من 10 حتى 100. فهو طالب مني أكتب الأرقام كتابة وأكتبها اللي هي بالspelling الخاص بكل رقم. فأنا مثلاً راح أجي على number 10 بعدي في عندي 20 بعد 20 في عندي 30 بعد ال 30 في عندي 40 بعد ال 40 في عندي 50 بعد ال 50 في عندي 60 70 80 and 90 the last one we have 100. تمام هاي الأرقام موجودة عندنا. هو مطلوب مني أني أكتب هاي الأرقام الناقصة أيضا بالكتابة فراح أترك لك إياها أنت. ليش راح أترك لك إياها؟ ما تنسى تكتب لي إياهم على الدفتر الخاص فيك لأن هاي الأرقام مهمة أني أحفظ السبيلينج الخاص فيها. إذا ما حفظتهم مش اليوم متى راح تحفظهم؟ تمام؟ لهيك طبق هذا الاشي وحاول انت كولي امر تخلي الطالب انه يحلهم او يكتبهم املاء غيبا. اوكي هذا راح يساعده كتير في انه يتعرف على كتير من الارقام وكتبتهم بشكل صحيح وعلى يحل كمان التمرين الثاني الموجود معنا. في التمرين الثاني موجود think and write. think يعني فكر, write يعني اكتب. بدنا نفكر ونكتب. قبل ما نفكر ونكتب اي شيء موجود عندك الانتين الجداد اللي هم موجودين عندك الاولى plus sorry راح نكتب لك اول كلمة plus. تمام plus معناها زائد. ايش معنى plus؟ اشارة الزائد بيحكوا عنها plus. الكلمة الثانية اللي هي minus. تمام الماينس اللي هي اشارة ايش؟ السالب اللي هي الناقص. تمام فانا لما اكتب او لما اقرا العباره الاولى ايش راح احكي؟ 10 plus 30 equal علامه اليساوي معناها equal. ايش معناها؟ equal equal 40. تمام راح اكتبهم في كتابه 10 هاي 10 الزائد هي بلس هاي بلس 40 30 هاي موجودة هنا 30 تساوي اللي هي equal 40 راح اكتب هنا 40 اللي هي رقم 40. اوكي فراح اجي على رقم 40 واكتب 40. لاحظ كيف كتابة 40 هيك مكتوبة capital letter احنا بدنا نكتب لك اياها small letter 40. تمام هيك بالنسبة للرقم الأول. على الرقم الثاني برضو راح تيجي وتقرأ 50 minus 40 equal 10 وراح تكتب لي اياهم بالشكل هذا في الجانب الآخر ولكن لازم تنتبه للسبيلينج انه تكون الكتابة صحيحة. راح اترك لك هذا التمرين homework واجب بيتي وراح اترك لك كمان كتابة الجملة الموجودة عندنا I'd like 10 packets of biscuits please. الجملة صغيرة لهيك اكتبها بلطافة بجمال هيك خلي خطك حلو حروف الكلمة الواحدة متلاصقة. لما اكتب كلمة تانية بتبعد مسافة صغيرة وما تنسى الفواصل والنقط. وبهيك بنكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم. باقي عندي انا حاب اطلب شغلة معينة بالنسبة للتطبيق اللي اخذناه في اول هذه الحصة اللي هو عن الحوار. اذا انت حابب كمان تطبق بزيادة طبق هذا الحوار واسأل عن السعر يعني how much is this وبعد هيك اجمعهم مع بعض. يعني مثلا انا بدي اشتري كيلو of potato لما يحكي لي البائع anything else يعني بدك ايش كمان بقولش no thank you لا بقول له yes I'd like مثلا a can of olives. هيك صار عندي شغلتين. بعد هيك بسألني بسأله how much is this أو how much is the potato حيقول لي مثلا 10 دينارز. how much is the olive تمام it's مثلا 20 دينارز. تمام انت بتجمعهم 10 plus 20 equal 30. تمام هيك بتراجع معنا الحوار بتتعرف على العبارات الجديدة وكمان تتعرف على الأرقام وكيف تسأل عن السعر وكيف تجاوب. بنتمنى لكم أوقات حلوة وإن شاء الله نراكم في دروس قادمة and see you soon.